طيب دعاء بتقول أنا تاريخ ميلادي 19/10 وجوزي 6/6، ممكن أعرف عن البرجين كل حاجة وبعد كده هقولك بقى ابنها. اوكي، هي 19/10 هي ميزان تاخد من العقرب وهو جوزاء، مناسبين جدا لبعض على فكرة. ميزان وجوزاء؟ طبعا هي واخدة من العقرب شوية، ينفعوا مع الجوزاء لان هو انت قلت لي ان هو 6/6 جوزاء جوزاء. اوكي، لان راجل الجوزاء ساعات بيسيب مساحه البيت، يعني بيسيب امور اللي يعني للست او لمراته، بيسيب لها كذا بند يعني، فاهمه قصدي؟ وهي بتحب كده، ست الميزان والعقرب بتحب هي اللي تحط البلان بتاعه البيت او هي اللي تعمل التجهيزات. يعني سايب لها مساحه هي اللي تقرر ايه اللي يحصل في البيت، لان هو شغله هو اللي واخد 3/4 وقته. اوكي، فهي بتحب كده. وبعدين على فكره الميزان والعقرب بينفعوا مع راجل الجوزاء، لكن لو قلبنا ان هي ست الجوزاء بالظبط ما تنفعش مع راجل العقرب والميزان.